السلام عليكم. ساعات بنحتاج نرتب البروجكت براوزر ترتيب خاص بينا، فممكن يساعدنا على كده ان احنا نعمل برامتر خاص بيه. ان احنا نيجي هنا من بايت مانج واقول له انا عايز اعمل بروجكت برامتر. البروجكت برامتر ده هيبقى خاص بالفيو، اقول له احدث لي برامتر جديد وليكن مثلا ابروفد. مثلا عايز اقسم الملفات لحاجات خدت ابروفد والحاجات اللي مش عايز تاخد ابروفد. طيب هقول له ده مثلا ممكن نخليه تكست او يس اور نو، لما لما لا. تمام. طيب ممكن نيجي هنا نقول له ده خاص بالفيوز. اوكي، يبقى انا ضفت بارامتر اسمه ابروفد ونوعه يس اور نو خاص بالفيوز. طيب هقول له اوكي. اوكي، اجي هنا اعلم على مثلا الليفل دوت وده وده وده. تيجي في الخصائص هتلاقي حاجه اسمها ابروفد، تقول له دول ابروفد. طيب نعلم على دول، مثلا هقول له دول بقى ايه مش ابروفد، بعيد عننا يعني، يا ريت ان شاء الله كله ياخد ابروفد من اول مره. تمام. هاجي هنا مثلا هقول له انا عايز ارتبهم، اديت الجروبنج، اقول له رتبهم لي في سيبلين فاملي اند تايب و ابروفد. اوكي، هيبدا بقى يحط لي الابروفد لوحده واللي مش ابروفد لوحده. تمام، خلينا نختار السيبلين اهوت. اوكي، هيبدا يسمي له اركتشر الفلور بلان، وبعد كده ده اللي خد ابروفد وده اللي ما خدش ابروفد. دول لسه بتبدا بقى اتعلم دول مثلا ابروفد. تمام. طيب ودول ده كده ابروفد. طيب دوت ابروفد، هتلاقي يس ونو. طيب دوت خليها ان انا ابروفد، يبقى انا عندي كده نو ويس ودوت. تبدا بقى ترتب الحاجات بحيث تشوف ايه اللي واخد ابروفد وايه اللي مش واخد ابروفد. ده مجرد مثال، تقدر انت تعمل اي صفه انت عايزها يعني، بحيث ان انت ترتب حاجات. يعني ممكن تقول ايه اللي موجود في شيت او مش موجود في شيت، ممكن